أيها الناس، اعلموا أنه ثبت بالنقل أن الكافر يعذب في قبره، وكذلك بعض العصاة من المسلمين من أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، وأن التقي يتنعم في قبره. واسمعوا ما رواه أبو نعيم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: خرجت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج من قبر منها يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار، ومعي إناء من ماء، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي. إذ خرج رجل آخر من القبر وقال: يا عبد الله لا تسقه فإنه كافر، فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال عبد الله: وآواني الليل إلى منزل امرأة عجوز إلى جانب بيتها قبر، فسمعت هاتفا بالليل صوتا يقول: بول وما بول، شن وما شن. فقلت للعجوز: ويحك، ما هذا؟ فقالت: هذا كان زوجا لي وقد مات، وكان في حياته لا يتنزه من البول، كان يتضمخ بالبول. فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاد، أي باعد ما بين رجليه فكان لا يبالي. قالت العجوز: ويوما بينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني فإني عطشان. فقال له: عندك الشن، وشن لنا معلق فيه ماء. فقال الرجل لزوجي: يا هذا اسقني فإني الساعة أموت. قال: عندك الشن. فوقع الرجل ميتا. قالت: فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول، شن وما شن، بول وما بول، شن وما شن. قال عبد الله: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بما رأيت في سفري، فنهى عند ذلك أن يسافر الرجل وحده. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر. أو من سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. أو من سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. يا الله.
هنيئا أحبابنا لمن ثبت على الإيمان في السراء والضراء ولم يعترض على الله، فمن صبر ظفر، ومن اعترض على الله ضل وكفر. فعليكم بترك الغضب، الغضب يهدم الدين. بعض الناس بسبب الغضب يكفرون. حكت امرأة تعيش في بيروت قالت: كان لي أخت في سوريا توفيت، فذهبت إلى الشام ووصلت بعد العصر، وكانت قد دفنت قبل وصولنا، ولحق بي أولادي ووصلوا بعد الغروب، فذهبنا إلى القبر ليلى مع أولادي وبنات أختي التي توفيت، فصار القبر يدق، صار يطلع صوت من القبر والتراب يتحرك. أولاد أختي لما رأوا ذلك قالوا: لعلها دفنت وهي حية، لعلها تكون بعد حية. ففتحوا القبر فوجدوا جثتها سوداء متفحمة، فأعادوا التراب عليها، وبعد أن أعادوا التراب عليها عاد التراب إلى الرج، عاد التراب إلى التحرك. ثم بعد ذلك جاءهم إلى البيت الحفار وقال لهم: إن الصوت لا زال يخرج من القبر. وهذه المرأة كانت دفنت على صلاة العصر، والقبر فتح قريب العشاء، أي لم يمض عليها إلا وقت قصير، ووجدت جثة سوداء. وما سبب ذلك العذاب؟ قالت أختها عنها: إنها كانت تصلي، ولكنها حملت 5 مرات، وفي كل مرة ما كان يثبت حملها، فقالت معترضة على الله: والعياذ بالله، لما أصلي؟ يقتل لي أولادي، لا أصلي له. هذا الكلام كفر، من يقول هذا خرج من الإسلام. هذه المرأة غضبت على ربها، ما صبرت. الاعتراض على الله كفر، جعلت الله ظالما، فصارت من أهل النار، في القبر تتعذب، وفي الآخرة عذابها إلى ما لا نهاية له. الموت يا إنسان يأتي بلا استئذان، لست